مساكم فل لي، اكيد عرفتوا انا وين. هوم بوكس، عرض قوي، خصومات تبدا من 10% الى 50%. نشوفها سوا ونبدا عرضنا بهالعرض الخطير. طبعا العروض راح تستمر الى تاريخ 5 فبراير. شوفوا هالطقم، مكون من 17 قطعه، طقم الكنب، طاوله التلفزيون، بالاضافه الى طاوله الطعام، بالاضافه الى السرير وكمدينتين، بالاضافه الى الدولاب. كل هذا يا جماعه كم سعره؟ 9073 ريال. مرة قوي العرض. هذه غرفة نوم أخرى مكونة من 6 قطع، عبارة عن سرير وكمدينتين والتسريحة والدولاب. كل هذا بكم يا جماعة؟ 4599. مرة عجبتني غرفة النوم هذه، طبعا مكونة من 5 قطع، سعرها السابق 5900 وحاليا 3899. قولوا لي يا جماعة، من هو يقدر يجيب مثل هالعروض؟ غرفة نوم مرة جميلة وناعمة، مكونة من 5 قطع ب2699. نتجه على طقم الكنب، شايفين الطقم هذا حق 6 أشخاص. شوفوا كيف التفاصيل الجميلة حقه. طبعا هذا يا جماعة كم عليه؟ عليه 50%، من 9650 ل4826 ريال. مرة حلو. طبعا في خيارات كثيرة حق الكنب. الحلو في هوم بوكس انه يرضي جميع الاذواق، يعني عند المودرن، عند الكلاسيك، عند النيو كلاسيك. عجبني الطقم هذا والفكرة حلوة، انك تمزج بين البينك وبين شنو اللون هذا، بين الازرق، حاجة كذا فيروزي على اخضر. مرة حلو. طبعا شوف السعر، من 7529 الى 6550. الطقم هذا مرة حلو، ناعم صح؟ طبعا هوم بوكس مو فقط عروض، لا يا جماعة، قاعدين نتكلم عن كواليتي، يعني الأطقم حقهم مرة قوية. شوفوا السعر، من 6889 إلى 5149 ريال. هذا الطقم من الأطقم الجديدة اللي بهوم بوكس، فكرته مرة حلوة. شايفين مسند اليد هنا، عندكم مساحة حق التخزين على جميع الأماكن. من 7633 ل6639 ريال. هذه طاولات الطعام، طبعا طاولات الطعام عندهم خيارات كثيرة، من 4 كراسي إلين 10 كراسي. فخامة يا جماعة، لكشري. شوفوا الكرسي مرة فخمة هذه يا جماعة، نسبة الخصم اللي عليها 41%، يوصل سعرها إلين 8489 ريال. صراحة جميلة، طاولة مع 10 كراسي. عجبني الأفكار الجميلة. شوفوا يا جماعة الأرجل حق الكرسي كيف جاية. طبعا هذه كم سعرها؟ 4499، طاولة مع 8 كراسي. يا جماعة كيف الفخامة؟ طبعا الكراسي لما تكون بالوضعية هذه تكون مرة مريحة. طبعا هذه من الموديلات الجديدة اللي عندهم، عليها كم؟ 13%. تخيلوا يا جماعة، كل هذه 8 كراسي مع هالطاولة الحلوة 3799 ريال. صراحة شفت غرفة النوم أنا هذه على طول وقفت. تخيلين يا جماعة، 2245 ريال، 5 قطع، سرير مع كمدينتين مع التسريحة اللي هناك، ركب معها الدولاب وبأقل. طبعا الخصومات مو فقط على غرف النوم وعلى الكنب، لا، راح تشمل جميع الأقسام. عندكم هناك قسم الديكور، هنا قسم الأطفال، الحافات، هناك الحافات حق الكبار، كلها راح يشملها الخصم. هذا موقع هوم بوكس، موجود بالخبر كده، وانتو جايين من مجمع الراشد بعد هزاز الخبر، وكده قبل هايبر نستو، وهذا الهوم بوكس.